بسم الله، عاملين يا رجاله؟ احنا النهارده نزلنا فيديو اخيرا يعني بعد شهر، بس معلش انا كان والله كان ما كانش بايديا، كان عندي النت للاسف فاصل، كان عندي مشاكل جامده قوي في النت يعني، فالحمد لله حليتها الشهر دي. ان شاء الله نقدر نرجع ننزل فيديوهات تاني من اول الشهر تاني، بس معلش يعني سامحوني اتأخرت قوي يعني ان انا انزل فيديو، فسامحوني يعني والله كان عندي النت فاصل، كان عندي مشاكل جامده قوي في النت، فمعلش سامحوني يعني. اولا اللي هيتكلم هيقول الفيديو دوت، الفيديو ده مش بتاعي، عشان ما حدش يقول بتاعي او انا حد يقول سرقه، الفيديو ده مش بتاعي، انا قلت الفيديو يعني يدي منظر على يعني يدي طعم حلو للفيديو يعني، فقلت يعني نجيبه شيء يعني زي ما قلت لكم يا جماعه. معلش انا اسف يعني، بتاسف لاي حد بيشترك معايا في القناه، ده انا ما كنتش بنزل فيديو، معلش والله كان عندي مشاكل جامده قوي في النت، فسامحوني يعني. بس هو ده اللي كان الفيديو بتاعنا، يا ريت تسامحوني. اتمنى يكون الشرح عجبكم، ما تنسوش اللايك زرار السبسكرايب. يا جماعه احنا هننزل خلاص على طول الفيديوهات يعني، من اول النهارده ان شاء الله نقدر ننزل فيديوهات. ماشي ماشي يا جماعه، احنا بالنسبه في جروب، اللي ما يعرفش في جروب مبدا اليوتيوب لكروس فاير، نشوف في الجروب الايفنتات، اي حاجه بتنزل جديده، الايفنتات بنعمل رومات بننزل مع بعض وكده يا جماعه يعني، مع بعض يعني في الجروب ده يعني. اللي عايز يشترك معانا هنلاقي الرابط اسفل الفيديو في الوصف، يقدر يخش ويشترك معانا. بس هو ده كان شرحنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.